السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الانتمال هايبربليزيا. وعشان نفهم الانتمال هايبربليزيا لازم نفهم في الأول إن الانتمال هايبربليزيا عبارة عن جزء من الأرتيريال ريسبونس تو إنجي، أو بمفهوم أوسع شوية جزء من الهيلينج بروسيس أوف أرتيريال وول أفتر أن إنجري. يبقى الانتمال هايبربليزيا هي عبارة عن part من، يا إما عايز تسميه response to injury ماشي، عايز تسميه healing process after an injury ماشي. طيب، وأهمية ال intimal hyperplasia إيه؟ إن هي component مسؤولية كبيرة عن ال arterial restenosis. يعني انا عملت انترفنشن بعد كده حصل ريستينوزس، فمين اللي مسؤول مسؤوليه كبيره عنه؟ في حاجات كتير زي ما هنقول، ولكن اكبر جزء وهو الجزء اللي كل الميديكيشنز بتحاول تقلله وكل الاستاديز بتحاول تفهمه اكتر هو جزء الانتمال هايبربليزيا. وبسرعة كده عايزين نقول فروقات ما بين الانتمال هايبربليزيا والاثروسكليروزز. اولا الاثروسكليروزز عبارة عن كرونيك بروسيس، يعني بتاخد وقت طويل جدا، ولكن الانتمال هايبربليزيا هي ريسبونس بيحصل نتيجة لانجري، وبياخد بيبتدي من اول ما الانجري بتحصل، يعني within minutes of الانجري، لغاية شهور من الانجري، من 3 ل 6 شهور بعد ما الانجري بتحصل. تاني معلومة الانيشيتنج فاكتور، ان لازم عشان تحصل انتمال هايبربليزيا لازم يبقى فيه فورم اوف انجري حصل للارتيريال وول. الاثيروسكليروز زي ما اتكلمنا قبل كده ليه ثيوريز كتير، ممكن الانتمال انجري او كده تعمل لها اكسلريشن ولكنها مش الانيشيتنج فاكتور ليها. ده كده كلمة بسيطة عن الفرق ما بين الانتمال هايبربليزيا والاثيروسكليروزس. وعلشان نبدأ الحدوتة من أولها عايزين نعرف ايه هي الفورمز اوف ارتيريال انجري اللي ممكن تحصل. الحقيقة ان اي حاجة بتحصل للارتري ممكن نعتبرها فورم اوف انجري، سواء كانت endovascular intervention او surgical intervention. يعني البلين بالونينج اوف ان ارتري، البالون انجيوبلاستي لوحده بيعمل انجري، الستنت انسيرشن بيعمل انجري، الاثيروكتومي ديفايسز بتعمل انجري في الارتيريال وول. وهنقول بعد كده كل واحد بالتفصيل بيعمل الانجري ازاي، ولكن البالون انجيوبلاستي لك ان تتخيل لما انت بتعمل انفليشن للبالون هي بتعمل الراديال فورس بتاعت البالونة بتعمل ستريتشنج في الارتيريال وول. الستريتش اللي بيحصل في الارتيريال وول ده بيقطع الانترنال الاستيك لامينا، وممكن بيعمل denudation of endothelium. يعني اول حاجة هيعمل damage في الاندوثيليوم، وتاني حاجة هيقطع الانترنال الاستيك لامينا، وتالت حاجة الستريتش فورس دي هتأثر على layer of smooth muscle cells. يبقى متخيل البالون انجيوبلاستي لوحده بيعمل ايه في الارتري؟ ده كله، دي كلها الانجري اللي بيعملها البالون في الوول بتاع الارتري. بنفس المنطلق ولكن اديتيف عليه كمان الميتال بتاع الستنس بيغرز جوه الانتما وجوه الاندوثيليوم فبيؤدي الى مور انجري. والاثيركتومي ديفايسز بتشيل وبتعمل ديناديشن ل الاندوثيليوم وللاثيروسكليروتيك بلاك، فكل دي الفورمز اوف انجري اللي ممكن تحصل بالاندوفاسكولار بروسيس. طيب سيرجيكال، سيرجيكال زي الاندارتريكتومي
وزي الانستموزس كرييشن، ما انا لما هاجي هعمل انستموزس هقص هعمل ستاب انجري بالمشرط الاول وبعد كده هقص بالبوت سيزر، فكل ده انجري بتحصل للاندوثيليوم في المنطقة دي. وكمان الفلو اللي بيحصل وانا بعمل الانستموزس، لما انا بعمل انستموزس عشان اوصل كوندوي، فالفلو اللي بيمشي جوه الكوندوي دي سواء كانت فين جرافت او كانت ارتيريال جرافت علشان اعمل ارتيريال باي باس او علشان اعمل ارتيريو فينس فيستولا، فالتشينج اوف تايب اوف فلو جوه الكوندوي ده في حد ذاته فورم اوف انجري. الفورم اوف انجري ده هيستيميوليت حاجات كتير اللي منها الانتمال هايبر بليزيا. تعالوا بعد كده نشوف ايه هو بطريقة لوجيكال ايه هي الكومبوننتس بتاعت الارتيريال ريسبونس اوف انجري او الارتيريال هيلينج بروسيس افتر ان انجري. وعلشان نسهل الموضوع تعالوا نفتكر الستراكشر بتاع الارتيريال وول، وبعد كده تشوف الريسبونس بتاع كل لاير منه للارتيريال انجري، فما تنساش منهم حاجه. فعندي الطبقه الاولانيه هي عباره عن طبقه الاندوثيليوم، فلو عملت اي فورم اوف انجري اكيد اول حاجه هتبقى ايه افكشن اوف اندوثيليوم، وقلنا ان الاندوثيليوم ليه انتي ثرومبوتيك افكت مهمه جدا جدا وبيطلع فاكتورز علشان تمنع الثرومبوتيك افكت، وبناء عليه انجري للاندوثيليوم تؤدي الى ديفكت في الانتي ثرومبوتيك فانكشن بتاعته، فبالتالي اول ريسبونس هو الثرومبوزز. اول ريسبونس هو الثرومبوزز. الثرومبوزز ده due to the affection of endothelium قد يكون مايكرو ثرومبوزز، او لو الرو سيرفيس اريا كبيره قوي لا ده ممكن يعمل لي اكلوجن للارتري في ساعتها. واقول لكم على اكزامبل مشهور قوي، في كتير قوي من حالات التوتال اس اف اي اكلوجن لما بنعمل بالونينج سواء في السب انتمال بلين او بيكون ديفيكلت انجيوبلاستي او لونج ديستانس انجيوبلاستي، اول ما بتخلص البالونينج بتفاجئ ان حصل سادن ثرومبوزز في البلاد فيسل. ليه حصل سادن ثرومبوزز؟ واحد من الكونتريبيوتنج فاكتورز بل واهمها ان الدي نادد اريا اوف ذا ارتري كبيره قوي، وبالتالي الرو سيرفيس كبيره قوي، وبالتالي حصل اكتيفيشن للكواجيليشن باث واي والتيشو فاكتور والكلام اللي اتكلمنا عليه في الكواجيليشن. طيب ايه هي الطبقه الثانيه في الارتيريال وول؟ هي الانترنال الاستيك لامينا. تعالوا نبص ده النورمال انترنال الاستيك لامينا، تعالوا شوفوا بقى الانجرد انترنال الاستيك لامينا ايه اللي حصل فيها. ده في اماكن حصل فيها ديفكت في الانترنال الاستيك لامينا، واحنا قلنا قبل كده ان الانترنال الاستيك لامينا عامله زي بارير او مصفه بحيث ان هي ما تسمحش للميديال سيلز ان هي تعدي للانتمال. طيب لو انت قطعت الانترنال الاستيك لامينا دي متوقع ايه اللي يحصل؟ ما طبعا لازم خلايا من الميديا هيبقى ايزي ليها تمايجريت للانتما وتنشيت الانتمال هايبر بليزيا ريسبونس. وما دام انا عملت كلمه انجري يبقى اكيد في انفلاماتوري بروسيس هتبدا تحصل، يبقى تاني ريسبونس عندي الانفلاميشن، وتالت ريسبونس هو الانتمال هايبربليزيا اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ثيكنس في الانتمال لاير اوف ذا ارتري ان ريسبونس تو انجري ديو تو بروليفريشن اوف سموث ماسل سيلز. اللي جات لها منين؟ من الميديا ما بعد الانجري اللي حصلت. طيب ايه كمان عندي بعد كده؟ اللاير بتاعت الميديا واللاير بتاعت الادفنتيشيا. اللاير بتاعت الميديا دي قلنا ان هي زائد السموث ماسل فايبرز فيها الالاستيك والكولاجين فايبرز،
بنفس نظرية الاستيك اللي هو لما بتعمل عليه فورس هو بيرد عليك بنفس الفورس، ممكن الميديا نتيجة للاسترتش اللي بتعمله بالبالون انجيوبلاستي يحصل الاستيك ريكويل، يبقى ده ريسبونس تو انجري. وبعد كده مصطلح مهم قوي وهو اسمه الريموديلنج. الريموديلنج عبارة عن النت افكت اوف التشينجز اللي بتحصل في كل من الانتما والميديا والادفنتيشيا، اللي في الاخر هتؤدي الى قسمين، يا اما بوزيتيف ريموديلنج. البوزيتيف ريموديلنج ده عبارة عن ان الارتري في النهاية هيبقى patent او wider، او negative remodeling وهي النت effects اللي هو النت effect of intimal hyperplasia والنت effect of the inflammatory process اللي بتحصل، اللي هتؤدي في الاخر الى stenosis في الارتري. طيب اكيد علشان الريسبونسز دي تحصل محتاجه فاكتورز وكيميكال ميدييتورز، فلو قلت لك ايه هي الكيميكال ميدييتورز اوف ارتيريال ريسبونس تو انجري، هناخد كل واحد من الريسبونسز دي ونطلع الفاكتورز بتاعتها. فعندي مثلا الثرومبوزز، يبقى الكواجيليشن فاكتورز. الكواجيليشن فاكتورز لقوا ان ليها رول في الارتيريال ريسبونس to injury والانتمال هايبربليزيا. مادام قلت لي ان الانفلاميشن جزء من الارتيريال ريسبونس، يبقى الانترلوكينز ليها دخل، والادهيجن مولكيولز اللي هي زي الفاسكولار سيل ادهيجن مولكيولز والانفلاماتوري سيل ادهيجن مولكيولز. طيب والانتمال هايبربليزيا نفسها اللي هو هايبربليزيا اوف ذا انتمال لاير، الجروث فاكتورز زي البليتلت درايفد جروث فاكتورز والفايبروبلاست درايفد جروث فاكتورز، كل دي كيميكال ميدييتورز وفاكتورز بتساعد او بتأفكت او بتموديوليت بمعنى اصح الارتيريال ريسبونس تو انجري، بالاضافه كمان الى الميتالو بروتينيزس. طبعا كل الكلام اللي قلناه ده عرفوه ازاي؟ ان هم عملوا دراسات مستفيضة على الرودنتس والراتس ولابوراتوري ستاديز كتيرة قوي على البرايمت انيمالز كمان. فوجود علاقة حقيقية ما بين الحاجات دي والارتيريال ريسبونس في الهيومن مودلز ما بقتش ويل بروفن، او مش عارفين نطبقها كميديكال تريتمنت او ك management totally علشان inhibit الانتمال هايبربليزيا بشكل effective 100%. بعد كده نيجي نتكلم عن التايم لاين بتاع الفاسكولار ريسبونس تو انجري. تعالوا نشوف الرسمة الجميلة جدا دي، ده normal artery وبعد كده مع الوقت بيوريك البروسيس بتاعة الانتمال هايبربليزيا ممكن تبقى كبيرة وضخمة ازاي. ده normal artery وكان فيه endothelial cells صغيرة جدا، وبعد كده حصل denudation للendothelium، وبعد كده بدأت البروسيس بتاعة الانتمال هايبربليزيا اللي حصل الثيكنس الجامد ليها قوي ده مع مرور الوقت، ودي الانترنال الاستيك لامينا. السهم ده بيشاور على الانترنال الاستيك لامينا في كل مراحل تطور الانتمال هايبربليزيا. التايم لاين بتاعها بيبتدي من وقت حدوث الانجري وبيستمر الى شهور ما بعد الانجري، من 3 ل 6 شهور ما بعد الارتيريال انجري اللي اتفقنا هي عبارة عن anastomosis, endarterectomy, balloon angioplasty, stenting، كل ده ينطبق على تنطبق كلمة injury عليه. فتعالوا نشوف كده المرحلة الهايبر أكيوت اللي بيحصل فيها. لما أجي أكلمك في السيكونس، أنت دلوقتي عملت بالونينج أو عملت injury في الاندوثيليوم،
اول حاجه هتحصل ايه؟ دينوديشن اوف اندوثيليوم. ما دام دينوديشن اوف اندوثيليوم يبقى اكتيفيشن للكواجيليشن باثوي. وقلنا قبل كده ان اهم كومبوننت في الكواجيليشن باثوي هو ايه؟ البليتليتس. تعالوا نشوف كده الكلام ده اهو. اول بروسيس بتحصل عباره عن اندوثيليال وسموث ماسل سيل انجري، وده هينيشيت البليتليت اجريجيشن وينيشيت الجروس فاكتور ريليز وينيشيت الفري راديكال او الانيشيشن اوف ذا انفلاماتوري ريسبونس. وده بيبدا من امتى؟ بيبدا من وقت حدوث الانجري، فبيبقى ده اسمه الهايبر اكيوت ريسبونس. يبقى الهايبر اكيوت ريسبونس عباره عن الانيشيشن اوف ذا مايكرو ثرومبوزز، فبيبقى فيه بليتلت اجريجيشن وبيبقى فيه الريليز اوف جروث فاكتورز وبيبقى فيه الانيشيشن اوف ذا انفلاماتوري ريسبونس. طيب ايه المرحله اللي بعد كده اللي هي الاكيوت ستيج؟ الموضوع بسيط جدا، انت امشي مع السيكونس اللي احنا قلناه، الثرومبوزز والسموث ماسل سيلز بروليفريشن. الثرومبوزز يبقى في الاكيوت ستيج بحاول اعمل اورجانيزيشن للمايكرو ثرومباي اللي موجوده دي. طيب والسموث ماسل سيلز بعد ريسبونس تو انجري هتحاول تكمل البروليفريشن بتاعها. وهنا عايز اقول معلومه مهمة جدا جدا، ان هم لقوا ان الارتيريال ريسبونس تو انجري الى حد كبير بيرسمبل الوند هيلينج بروسيس. ففي الوند هيلينج بروسيس كنا بنلاقي ايه؟ كنا بنلاقي انجري وبعد كده حصل انفلاميشن وبعد كده الفيرست ستيج والسكند ستيج والتيرشر ستيج اوف وند هيلينج. لو كان الكونسبت ده في دماغك هتفهم برضو البروسيس بتاعه الانتمال هايبربليزيا بتحصل ازاي. فلو جيت وقلت لك ان في الكرونيك ستيت بيحصل بقى زي فايبروزز في الارتيريال او الفينوس وول ان ريسبونس تو انجري، يبقى دي فعلا بتريسمبل الوند هيلينج بروسيس. يبقى عندي التايم لاين بتاعي في الانتمال هايبربليزيا، هايبر اكيوت ابتدى من بدايه حدوث الانجري وبعد كده بدات السيكونسز بتاعه الانجري دي تحصل during the acute stage وبعد كده هتبقى chronic stage اللي بتخلص عند 6 شهور وقد توصل لسنة. طيب لو عرفنا ان البروسيس دي بتحصل، فمعرفة الانفلوينسنج فاكتورز حاجة مهمة جدا علشان احاول اقلل منها او امنعها لو اقدر. فلقوا ان الانفلوينسنج فاكتورز اول حاجه واهم حاجه هو الاكستنت اوف انجري اللي انت بتعمله. بمعنى ايه؟ ان الاوفر بالونينج هيؤدي الى انتمال هايبربليزيا وارتيريال ريسبونس تو انجري اكتر بكتير من البالونينج اللي الارتري محتاجه. دي اول حاجه. حاجه تانية اللينث، لو انت محتاج تعالج شورت ديستانس ستينوزس مفيش داعي تستخدم بالونه طويله لانك هتزود الانجرد بارت من الاندوثيليوم. الحاجه التانية الستنتس نفسها، شكل الاسترس بتاعت الستنتس والماده اللي متصنعه منها والثيكنس بتاعها بيعمل different types of arterial injury، وده اللي بيدرسوه دلوقتي. ايه هو شكل الستنت المثالي اللي يقلل حدوث الانتمال هايبربليزيا، وقد ايه الستنت غرزت جوه الارتيريال وول، لانها كل لما تغرز اكتر جوه الارتيريال وول الانجري اللي هتحصل في الارتيريال وول اكتر، وبالتالي الريسبونس بتاع الارتري هيبقى أشد وأقوى. تاني حاجة diabetes mellitus، لقوا إن poorly controlled diabetes mellitus بيؤدي إلى accelerated intimal hyperplasia. السموكينج accelerator of intimal hyperplasia. الهايبرتنشن genetic factors واليوريميا
وحاجة مهمة قوي الهيمودينامكس. فاكرين لما اتكلمنا في محاضرة الهيمودينامكس على التيربلنت فلو وعلى اللامينر فلو؟ لقوا ان وجود تيربلنت فلو جامد بيساعد على الاكسلريشن اوف انتمال هايبربليزي، وبالتالي الانستموزس كونفيجريشن بتاعي مهم جدا في تقليل الانتمال هايبربليزيا مع مرور الوقت. وحاجة تانية indirect من الهيمودينامكس بس مهمة جدا هي موضوع الفلو. لو الفلو عندي كويس الانتمال هايبربليزيا هتقل، لو الفلو عندي وحش الانتمال هايبربليزيا هتزيد. طيب عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول concept بتاع لما بتيجي تعمل بالونينج مثلا للاس اف اي وعندك الاوت فلو وحش في التيبيلز، فالنت افكت ان الفلو جوه الاس اف اي هيبقى وحش، فبالتالي الريستينوزز هيبقى اسرع من واحد لو عيان تاني عنده الاس اف اي هو اللي ديزيز والتيبيلز كويسين. فعملت كوركشن للاس اف اي ستينوتيك ليجن والتيبيلز كويسين، فالنت ريزلت على الفلو ان الفلو جوه الاس اف اي كويس، فبالتالي الانتمال هايبربليزيا اقل، فبالتالي الريت اوف ريستينوزز اقل. دي معلومه مهمه تبين قد ايه البريفرال ريزيستنس او الديستال ليجن وبالتالي الفلو جوه الاستينوتيك سيجمنت مهم از ا فاكتور بيأفكت الانتمال هايبربليزيا. طيب من كل الكلام اللي قلناه ده تعالوا نعمل خطة للمانجمنت اوف الانتمال هايبربليزيا، او اتفقنا ان احنا نحب نسميها الارتيريال ريسبونس تو انجري. اول حاجة السيرفيلانس، سيرفيلانس مهم جدا جدا. لما انا عرفت ان البروسيس دي كده كده هتحصل يبقى السيرفيلانس بتاع الجرافتس بتاعتي مهم جدا علشان اعمل بيك اب للسيجنيفيكانت ريستينوزز بدري وأعالجه بدري. طيب هل في ميديكيشنز تقدر تعالج الموضوع ده؟ ستاديز كتيرة طلعت في الكلام ده، ومن ضمنها احنا قلنا ان الريسبونس اوله ثرومبوزيس. طب ما تكاونتر اكت الثرومبوزيس ده وتشوف الانتمال هايبربليزيا هتقل ولا لا. ففعلا لقوا ان الهيبرين بيقلل نسبة حدوث الانتمال هايبربليزيا، والهيبرين مش علشان الانتي كواجلانت افكت بتاعه بس، ولكن لقوا ان هو بيقلل الجروس فاكتورز اللي احنا قلنا عليها زي الفايبروبلاست جروس فاكتورز او البليتلت درايفد جروس فاكتورز. وما دام في ثرومبوزز يبقى اكيد الانتي بليتلتس هتنفع ان هي تقلل الانتمال هايبربليزيا، وده فعلا اللي بيستخدموه. مش لازم في اي عيان عمل انجيوبلاستي يمشي على الانتي بليتلتس، لا ده الاهم ان هو يكون ماشي على الانتي بليتلتس قبل البالونينج او قبل الستنت انسيرشن، لان كلنا عارفين ان الكلوبيدوجرال او الاسبرين عبال ما يشتغلوا بياخدوا وقت، فبالتالي الانجري اللي حصلت اللي انا عملت لها بالونينج دلوقتي لو انا مشيت على العيان على اسبرين او انتي بليتلت دلوقتي بعد البالونينج يبقى في فتره مش متغطيه بالانتي بليتلتس، وده ممكن يعمل لي ايرلي ريكيرنس للليجن. واحد من الاتراكتيف انتي بليتلتس هو السيلوستازول اللي هو البليتال فوسفودايستريز انهيبيتور اللي لاقوا له ايفكت على الانتمال هايبربليزيا زي ما قلنا في محاضرة الانتي بليتلتس، لانه بيموديوليت الفانكشن بتاع السموث ماسل سيلز. طيب وفي ناس قالوا مدام هي انفلاماتوري بروسيس يبقى ممكن السايكلوسبورينز والديكساميثازونز تنفع عشان تقلل الريسبونس ده. وكمان قالوا ان الانتي جروث فاكتورز ممكن تأثر زي الاورنيسين. وبعد كده درسوا دوائين مهمين قوي،
اللي هم الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز، الايس انهبيتورز والستاتنز. والستاتنز بالدراسات لقوا ان هي بروفن، والميكانيزم مش معروف ازاي، ان هي بتقلل الانتمال هايبربليزيا. والاجريسيف ليبيد لورينج ميديكيشن او الاجريسيف ليبيد لورينج مانجمنت بيقلل حدوث الانتمال هايبربليزيا. طب والايس انهبيتورز ايه القصه بتاعتها؟ هم لقوا ان الانجيوتنسين 2 امبليكيتد في البروسيس بتاعه الانتمال هايبربليزيا، فبداوا يعالجوا المودلز اللي هم الرات والرودنس والكلام ده بهاي دوزز اوف ايس انهبيتورز، لقوها بتاثر فعلا وبتقلل نسبه الانتمال هايبربليزيا. لما جم يطبقوا نفس الموضوع ده على الهيومنز ما لقولوش افكت واضح او صريح، وبيقولوا ان الموضوع ده بسبب ان الدوزز اللي بتستخدم او اللي استخدمت في الدراسات بتاعه الاس انهبيتورز كانت عاليه قوي، كانت سوبرا ثيرابيوتيك دوزز ما ينفعش نديها في الهيومن بينجز. طيب ايه كمان في المانجمنت مهم؟ ان انت تشتغل باتروماتيك تكنيك از ماتش از بوسيبل، اتروماتيك للادفنتيشيا، اتروماتيك للانتما، اتروماتيك للاندوثيليوم، تعمل بالونينج على قد الارتري بالظبط علشان كل الفاكتورز دي تؤدي الى ليس تروما وبالتالي ليس ريستينوزز ديوريشن. وبعدين الكلام المهم بقى الستنس. والستنس يا دكاتره كلمه مهمه قوي، الستنس بتبريكلود حاجه مهمه في الارتري وهي الالاستيك ريكويل فقط، وعلى اللونج ران النيجاتيف ريموديلنج. ولكن هل الستنس بتقلل الانتمال هايبربليزيا؟ الاجابه لا. حتى لو حطيت ستنس الانتمال هايبربليزيا هتحصل، ولكن لو حصل عندي ان انا عملت بالونينج وبعد كده لقيت الارتري بيريكويل جامد جدا، او حصل ريكويل في الليجن، او حصل دايسكشن، يبقى انا مضطر اعمل ايه؟ مضطر احط ستنت. طيب بعد كده قالوا طب ما نحط ميديكيشن على الستنت دي، يعني على الستراسز بتاعه الستنت، حطوا بوليمر والبوليمر ده شال دواء، الدواء ده الوظيفه بتاعته ان هو يقلل البروليفريشن بتاعه الخلايا في المنطقه دي، فمن هنا طلعت الدراج اليوتنج ستنس والدراج كوتد بالونز. وانواع الميديكيشنز اللي كوتد او موجودة في البوليمر بتاع الستنس عبارة عن الباكلي تاكسل أو السيروليمس. ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم؟ الباكلي تاكسل بيأفكت المايكرو تيبيولز وبالتالي هيأفكت السيلولار بروليفريشن، والسيرولمس بيعمل اريست للسيل سايكل في الجي 1 فيز فبيقلل الريبليكيشن بتاع السيلز. وفي ميديكيشنز تانية بيحاولوا يعملوا عليها ستاديز كتير، ويمكن اشهر ستادي قلبت المجال بتاع الاوعية في الفترة الاخيرة اللي هي ازدياد نسبة المورتاليتي في الباكلي تاكسل ستنتس والباكلي تاكسل دراج كوتد بالونز. والحقيقة طلع كلام كتير قوي على الموضوع ده. وفي ميديكيشنز تانية بيحاولوا يشوفوا الافكاسي بتاعها كأنتي بروليفراتيف ميديكيشنز تبقى ادد للبالونز والستنتس. طيب ليه ما نخليش كل الميديكيشنز دي على ستنتس؟ يعني ليه عملنا حاجه اسمها دراج كوتد بالونز؟ ما ملهاش لازمه، انت بالونه هتنفخها وخلاص. طب وليه ما يبقاش كل البراكتس دراج لوتنج ستنتس بس؟
علشان لو عرفت تركيبة الستنت تعرف ان فيها في ليها دروباكس. ايه هي الدروباكس؟ اول حاجة ان هي الستيل او الماتيريال بتاعتها، الماتيريال اللي متصنعة منها مش ديجريدابل، يعني هتفضل موجودة لفترة طويلة جوه الارتري، وبالتالي هتعمل كرونيك arterial response to injury. ده اول حاجة. الحاجة التانية البوليمر اللي متشال عليه الميديكيشن، البوليمر اللي متشال عليه الميديكيشن ده ممكن يعمل allergic reaction. تالت حاجة، بما ان الارتيريال انجري اكتر في الستنس من البالونز، فبالتالي المانجمنت بتاع الانتمال هايبربليزيا بعد كده اللي هو المانجمنت اوف ري ستينوزز او ري اوكلوجن بعد كده هيبقى مور ديفيكلت عن البالونز. ورابع حاجة والمهمة قوي، ان هم لقوا ان اللوكال ديبلويمنت اوف ميديكيشن بيوصل اللي عن طريق البالونة، يعني بيوصل الميديكيشن للاندوثيليوم بكونسنتريشن افيشنت ان هو يمنع الانتمال هايبربليزيا، وبالتالي ما بقاش فيه مشكله ان انا احط الميديكيشن على البالونه وبعد كده اعمل الانفليشن 3 دقايق على الوول بتاع الارتري والميديكيشن هيوصل للارتري بسفيشنت كونسنتريشن، يعني مش لازم ستنت تفضل ماسكه الوول بتاع الارتري وعماله تطلع فيه الميديكيشن. وبعد كده حاجة جاية بقوة في المجال بتاع الانجيوبلاستي اللي هي الكاتينج بالونز، وهي عبارة عن بالون وعليها مايكرو ريزرز موجودة في اتجاهات معينة من البالونة، والوظيفة بتاعتها ان هي بتعمل لوكال سيفير انجري في الارتري في مكان واحد. يعني بدل ما البالونة العادية كانت بتعمل انجري في كل الاماكن بتاعت الارتري والانجري دي باختلاف الليجن فين وباختلاف الراديال فورس فين والكلام ده بتعمل unpredictable effect على الوول بتاع الارتري، لا طب انا ما اعمل predictable severe effect في حتة واحدة من الارتري. والدراسات المبدئية بتقول ان فعلا الانتمال هايبربليزيا كتوتال effect بعد استخدام الكاتينج بالون اقل شويه من البير بالونز او البيزك بالون يوز. واخر حاجه الجينيتك ميديكيشنز، ودي كلها حاجات اندر ترايلز. بعد كده فاضل لنا حاجات ابلكيشنز بسيطه، واهم ابلكيشنز فيهم هو الفين جرافت ريسبونس تو انجري. الفين جرافت اللي هو اشهر فين جرافت بناخدها اللي هي السافينس فين جرافت اللي بناخده فيه الباي باس بيتعرض لفورمز اوف انجري. ايه الفورم اوف انجري؟ اول حاجه واهم حاجه لقوها بتاثر هي الهارفستنج. يبقى الميتيكولس هارفستنج اوف ذا سافينس فين واحد من اهم البريدكتورز بتاعه الفيلير اوف باي باس، لان aggressive harvesting يؤدي الى more trauma في الفين، وبالتالي يؤدي الى more intimal hyperplastic response او more response to injury. يبقى اول حاجة ال harvesting. تاني حاجة ودي ما لناش دخل فيها قوي، ال type of flow، ان ال arterial flow هيبقى pulsatile والفين مش متعود على كده، وبالتالي علشان الفيني اكوموديت البلساتايل فلو والهاي بريشر فلو وعلشان يعادل التنشن بتاعه هيعمل ايه؟ زي ما قلنا قبل كده في محاضرة الهيمودينامكس هيزود الثيكنس بتاع الوول بتاعه. والرسمة دي بتقول ملخص عن اللي بيحصل في الفين جرافت. انا لما بحط الفين جرافت عملت فورم اوف انجري، فعملت اندوثيليال سيل انجري وعملت سموث ماسل انجري وبدات الانفلاماتوري بروسيس بتاعتي. ده الكلام اللي قلناه من قبل كده، كل الكلام ده هيمشي في البروسيس بتاعتي اللي هي هايبر اكيوت اكيوت كرونيك، وهيحصل بروليفيريشن وهيحصل ريموديلنج وفايبروزز او
اورجانيزيشن للمايكرو ثرومباي والبروسيس بتاعه الارتيريال او الفاسكولار ريسبونس تو انجري، هتؤدي في الاخر لواحد من ثلاثه اوتكمز: يا اما الموضوع ده يؤدي الى ستيبل دايامتر في الاخر فبالتالي الجرافت هتبقى بيتنت، يا اما يحصل ريستينوزس significant فيعمل لي graft occlusion أو non significant فتبقى الجرافت still patent، أو إن ال denuded surface كبير قوي وال distal outflow وحش فيحصل graft thrombosis. وعلشان نفهم موضوع الفلو اللي قلنا عليه قبل كده وبأكد عليه تاني، ان انت لما تيجي تعمل باي باس لازم تكون متأكد ان الاوت فلو بتاعك كويس، تعالوا نشوف الرسمة دي. ده نورمال فين عملت له هارفستنج وحطيته في تو بيدز، واحدة الفلو فيها عالي زي ما احنا شايفين كده والتانية الفلو فيها قليل. تعالوا نشوف الوول ريسبونس للفلو العالي زي ما حصل في الارتيريو فينوس فيستولا كاكزامبل. حصل اوتورد ريموديلنج يعني الديامتر زاد والوول بقى ثيكند، ولكن الوول ثيكنس مش قد الزياده في الديامتر، يعني هيحصل ثيكنس في الوول ولكن النت افكت ان كمان الديامتر بتاع الفين بيزيد. In comparison ل flow قليل، فالفلو القليل هيعمل ايه؟ هيعمل زيادة قوي في الوول ثيكنينج والبوزيتيف ريموديلنج، ده لو الامور مشيت كويس، يعني البوزيتيف ريموديلنج او الانكريس في الدايمتر هيبقى قليل. وبالتالي مهم جدا جدا بكرر ان احنا نصلح الاوت فلو في اي باي باس بنعمله. الحاجة التانية من الابليكيشنز بتاعت الارتري ان او الفاسكولار انجري ريسبونس هي الجرافت انسيرشن. ايه اللي بيحصل في الجرافت انسيرشن وايه اكتر عامل بريدومينانت في الجرافت انسيرشن؟ والجرافت عشان نفهم الكونسبت، ان احنا لما قلنا الفين جرافت قلنا ان الوول بتاع الفين هيتغير والديامتر ممكن يزيد. طب هل الكلام ده مسموح في الجرافت؟ لا، لان الجرافت وخاصة ان البي تي اف اي جرافت بتتميز ان ايه؟ ليها ريجيد وول، فبالتالي الوول تشينج مش موجود هنا. انا لغيته، لغيت الالاستيك ريكويل، لغيت الريموديلنج بتاع الوول اوف ذا جرافت لان هي مش بايوجينيك. طيب دي المعلومة رقم واحد. المعلومة رقم اتنين ان الانفلاماتوري بروسيس هنا هي الغالبة. طب ليه الانفلاماتوري بروسيس هي الغالبه في اي سينثيتك جرافت؟ لان هي فورين ماتيريال، فبالتالي لازم تبقى في كرونيك انفلاماتوري ستيت موجوده في الجرافت. والفلو ده بيوضح الحاجات اللي بتتعرض لها الجرافت بعد الانسيرشن. الانفلاميشن اهم حاجه، وبعد كده حاجة مهمة لأن الجرافت مش متغطية بإندوثيليوم، وإن كان هيحصل لبارتس منها إندوثيلياليزيشن ولكن مش متغطية بإندوثيليوم، فبالتالي اليومينال ثرومبوزيس برضو واحد من الفاكتورز المهمة جدا جدا في الجرافت. يبقى أول حاجة الإنفلاميشن، تاني حاجة الثرومبوزيس، ثالث حاجة إن أنا لغيت الوول ريسبونس. وفي برضه بيحصل adventitial ingrowth وتبدأ البروسيس بتاعت السموث ماسل سيل بروليفريشن والانتمال هايبربليزيا تحصل. ولما يحصل الريموديلنج ده يبقى الانتمال هايبربليزيا نقدر نعتبرها العامل الرئيسي وشبه الوحيد اللي بيحصل في السينثيتك جرافتس. والنت افكت بتاعك يا اما الانتمال هايبربليزيا دي تبقى ستيبل فتفضل الجرافت بتاعتي بيتنت، يا اما يحصل انستينوزز والاستينوزز ده ما يبقاش سيجنيفيكانت فتفضل الجرافت بتاعتي بيتنت او تؤدي الى
graft occlusion لو حصل significant narrowing و significant stenosis، ونفس المنطلق بتاع الفلو ينطبق على الجرافتس. لازم اضمن ان الفلو في الجرافت بتاعتي عالي علشان اضمن ان ما يحصلش response، ان ما يحصلش occlusion و early restenosis في الجرافت. لو جيت بقى في الاخر وقلت لك ما هي الارتيريال انجريز اللي بتحصل في الارتيريو فينس فيستولا كرييشن، يبقى هي عند نقطة الانستموزس والفين وول اللي بيتعرض للارتيريال فلو، وبعد كده النيدلينج سايتس. يبقى يضاف لكل الفاكتورز اللي قلناها قبل كده النيدلينج سايتس في الارتيريو فينس فيستولا. ما النيدلينج ده هيعمل فورم اوف انجري، والفيستولا هتعمل ريسبونس للانجري، فبالتالي النيدلينج بوينتس في الارتيريو فينس فيستولا بوتنشال سايتس فور انتمال هايبر ليزيا. طب والدياليسيس جرافتس؟ لا ده الجرافتس دي مشكله، الدياليسيس جرافتس ليه؟ لان انا عندي ارتيريال anastomosis وعندي venous anastomosis وعندي needling points. ومين اكتر سايت يا دكاترة بيحصل عنده intimal hyperplasia في الدياليسيس جرافتس؟ دايما الفينس 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 ثم الفينس ثم الفينس. ويقال ان الريسبونس بتاع الفينس وول للانجري بيبقى بفايبرس تيشو اكتر، علشان كده بيبقى مور ريجيد، وعلشان كده لما بيحصل بيبقى less malleable وبيبقى مور ريزيستنت. فبالتالي الانتمال هايبربليزيا اللي بتحصل جوه الفين بتبقى مور تاف ومور ريجيد، لان الفايبرس كومبوننت فيها اكتر من الالاستيك كومبوننت. طيب هل في سيرجيكال مانجمنت للانتمال هايبربليزيا؟ طبعا الشورت بايباسز او الباتش انجيوبلاستي. الباتش انجيوبلاستي ان انت تفتح الحته بتاعه الجرافت فين انستموزس وتعمل باتش تحطها في المكان ده. طب باتش ولا جامبنج جرافت؟ الحقيقه لو عرفت ان الاريا بتاعه الانتمال هايبربليزيا بتحصل عند الانستموزس وسنتي بعد الانستموزس في الفين، هيبقى فكرة الجامبنج جرافت افضل، او ان انت تعمل باتش لحتة ضامن ان هي هيلثي في الفين. يبقى ممكن اعمل جامبنج جرافت او الباتش انجيوبلاستي زي ما قلنا. وفي الاخر تعالوا نشوف الدياجرامين دول اللي بيلخصوا الارتيريال ريسبونس تو الانجيوبلاستي اللي هو تروما، وازاي اتصرف لو حصلت حاجات معينه. فعندي الارتيريال انجيوبلاستي اهو، ده هيعمل لي اندوثيليال، هيأفكت الاول لايرز بتاعه الارتري، فقولهم بالترتيب يطلع عندك كل حاجه. الاندوثيليال سيل انجري هيأفكت، والانجري معناها انفلاميشن، وبعد كده البروجينيتور سيلز اللي هي السموث ماسل سيلز اللي موجوده في الميديا، و البليتلتس اللي بتطلع البليتلت درايفد جروث فاكتورز، وتنادي الخلايا اللي تبدا تغير من المورفولوجي بتاعتها وتعمل ريبليكيشن، وادفنتيشال سيل اكتيفيشن عشان انادي برضو انفلاماتوري سيلز من البلاد ستريم، والسموث ماسل انجري. كل الكلام ده هيعمل ايه؟ سموث ماسل مايجريشن وسموث ماسل بروليفريشن، ويعمل لي الانتمال هايبربليزيا، ويعمل لي الاندوثيليال انجري، تعمل لي اللومينال ثرومبوزس. النت افكت بتاعت الحاجات دي كلها اسمه ايه؟ ريموديلنج، اللي هما يا اما يكون بوزيتيف ريموديلنج يا اما يكون نيجاتيف ريموديلنج، اللي في الاخر النت افكت بتاعه يا اما بيتنت يا اما non significant stenosis او recurrence للdisease او significant stenosis قد يؤدي الى الاوكلوجن. طيب فرضا انت عملت
arterial angioplasty وسادنلي حصل thrombosis، يبقى لازم اعمل ايه؟ لازم استخدم الثرومبوليتكس وبعد كده احط ستنت. طيب عملت الانجيوبلاستي وحصل ديسكشن او حصل الاستيك ريكويل، يبقى تحط ستنت. طيب حصل انتمال هايبربليزيا اللي هو المانجمنت اوف، انت عالجت ليجن وبعد فتره صغيره حصل ريكارنس جامد، يبقى احط ايه؟ اعمل دراج الوتينج ستنتس، احط دراج الوتينج ستنتس او استخدم دراج كوتد بالونز او استخدم البراكي ثيرابي والكرايو ثيرابي اللي هم حاجات برضو اندر اكسبيرمنت علشان تقلل الانتمال هايبربليزيا اللي بتحصل. وبرضو بعد استخدامك للحاجات دي كلها هيحصل ريموديلنج، ما انت عملت انجري جديده هيحصل ريموديلنج اللي زي ما قلنا قد تكون بوزيتيف ريموديلنج او قد تكون نيجاتيف ريموديلنج. ودي صورة بتوضح الفرق في الانتمال هايبرليزيا ما بين ريجولر ستنت وسيرولوماس كوتد ستنت. شايفين الانتمال هايبرليزيا هنا تقريبا حاجة قليلة جدا جدا، ودي صورة حلوة قوي ومهمة جدا في الهيستوباثولوجي. أحب أكد تاني وتالت ورابع إن الانتمال هايبربليزيا هي عبارة عن جزء من حاجة برود وأوسع منها اسمها الأرتيريال وول ريسبونس تو إنجري. شكرا لك.